امبارح على السلامة يا حبيبتي، وصلنا. يلا يا بت. اسي دودي ده، ها؟ اسي بيرحمش. بيحنك بتعرف. بعرف. مش انت بتعرف يا سيد؟ كلنا عارفين وأولنا الموزة. عندك حق. بس شكلها غلبانة يا سيد. غلبانة قوي. قوي قوي. كلنا غلابة عم فرج. على قولك. بتقول درر يا ابن أمي. بقولك ايه يا غلبانة قوي؟ أنا برضو عاوز أفهم. هو غصبك؟ دودي جبرك؟ يعني ضربك على ايدك؟ خليني اقلك شغله بس. لا ما خليكي تقول. وما بسش. ما بسش الشغل ما فيهوش بس يا ماما، واحنا مش نايمين على قدامنا. كنت بتعملي ايه امبارح في دبي؟ عليك الحقيقه بس. مش مهم مش مهم، المهم انك نزلتي من هناك على النايت وقعدتي مع زمايلك ولدت كالامك وقعدتي تحربي في ودانهم عشان يسيبوا دودي ويروحوا على دبي. كانوا هيروحوا يعملوا ايه بقى في دبي؟ يخشوا كلية طب. لا طب ولا هندسة، دي اداب. مش انتي اداب يا بت؟ تتمرعي وعايزة تخلعي؟ رغم ان اللي يشتغل معانا ما ينفعش يخلع الا بالدم. لكن ماشي ماشي، دي ممكن افهمها، غبية. لكن تقلبي البنات وعاوزة تمرعيهم زيك، بس خلاص. وجب انك تبقي عبرة. كل سنة وانتوا طيبين. هابي فالنتاين يا اختي. بصوا بقى، انا عايزكوا تتكاثروا وتكبروا تكبروا تكبروا لحد ما تغطوني واتدفى. وصلي دي لزمايلك. يلا سلام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تقعوا كده؟ عيني عينك؟ يلا تعالوا. خليكوا. سلام.
تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده يقول لي كلاوي، تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده قول تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده قول لي كلاوي. وحشتيني قوي قوي قوي. على فكرة أنا ما بشيلش سري مع حد، بس أنتي بنت تمام، بس مش معنى كده إني أحبك، لا أفوقي فرج ما بيحبش. بهدلة خلاص يا سيد. كويسة أقتل؟ أعوذ بالله، لا لا القتل ده حاجة صعبة أوي. عمري في حياتي ما كان تفكيري بالشكل ده، أيا كان الخلاف بيني وبين أي حد. عارف حضرتك إن أنت بتسمع عني في لبنان ده؟ صيت على الفاضي. اتفرج، انا عايزك تخلص على الواد اللي اسمه سليم ده في اسرع وقت. انا مش طايق اسمع اسمه، امه نفسي الصبح كده اصحى الاقي عيني في جرنان. ما تهدي نفسك يا طيار، الله اعصابك يا اخي، ما تنرفزش نفسك اكتر من 10 دقايق في اليوم وقضي بقيه اليوم ضحك وفرفشه. تصدق بالله ان انت عيل بارد. اتقلتلت يا طيار، اتقلتلت. انا بديك حاجه تعيش، سيبني انقيلك ليه متعه حلوه، حلوه قوي. وبعدين ده عيل تافه ولا هيعمل اي حاجه. انا مش هستنى لما يعمل حاجه، ولا هستنى لما اخسر واحد فيكم. الحق ده بيقول اخسر واحد فيكم. بطل جبني يا دودي يا جبان يا جبان، اعتبره مرحوم. صدق يا وحشنا. يلا بقى عشان زهقت منكم. انا ماشي. خد يلا اتفرج. راك فين؟ رايح اقضي المصلحه. عارف يا سيد لو كنت خرجت ما لقيتكش؟ عارف كنت عملت في امك ايه؟ غريب قوي حال امك ده. خرجت لقيتني وبرضه بتفكر لو ما كنتش لقيتني كنت هتعمل فيا ايه؟ انت جواك غل يا فرج مش طبيعي. يا حمار ما انا بعمل كده عشان تبقى يقظ. ما تقلقش عليا يا فرج، يقظ. مالك ياض منشكح كده ليه؟ مالك يا عم الملاك فارد جناحاتك علينا؟ كنت فين ياض؟ كنت في مشوار مفرح. مفرح؟ وحيات امك انت بيتلاعب بيك، وبكره تقول فرج اخويا قال عشان البت ليلى دي هتنطعك كده. هون البت دي مش مظبوطه، مع ان اللي يشوف ابوها الله يرحمه ما يقولش ابدا ان البت دي تبقى بته. صحيح يخلق من ظهر الطيب. طيب يلا يا سعيد يلا. ايه يا جريندايزر؟ الصحن الدوار يا جريندايزر. ايه يا لبنان؟ الله متخلف. عندنا شغل يا سيد. يلا نشتغل. عارف يا بنت؟ بتقول له سليم ده لما يخلص عارف انا هفوق قد ايه؟ وبعدين طيار معاك بقى، ما كفايه كلام عن الدم والمعارك والقرف ده، خلينا نتكلم في المزس. المزس ايه بس انت كمان؟ بص انا جايب حته بقى، بص الحته دي اللي هناك هتخلي النعت بتاعنا يتكتب على صفحات التاريخ. بنت كيرن ايه اللي جابها معاها؟ شفت ايش بقى؟ حلو. طب انا هروح الحمام. ده بطل عيب بحاجة. الله يرحمه.
ازيك يا كريم؟ كيفك ناصر؟ دودي عايزك في الحمام. ناصر الطيار. حبيبة ياسين بتقول. بتقولي ليه اسمك بكام؟ سيدنا هي علاقة حبيبة وناصر كل الناس تعرفها أصلا. ناصر طول عمره كان هيموت عليها، حتى بعد جوازها كان برضه هيموت عليها، هيموت قوي قوي قوي، بس هي عمرها ما حبته، هي ما حبتش إلا واحد بس، حمزة الكاتوبكي. ناصر بيحب حبيبة؟ أنا أول مرة أسمع الحكاية دي. أصلا أنا ما بشغلش نفسي بالعلاقات الإنسانية دي، عندي حاجات أهم بكتير. أنا مش فاهم أفرج برضو بعد كل الهري بتاعك ده، إحنا جايين هنا ليه؟ هو أنا جبتك لبنان من قد إيه يا سيد؟ من زمان يا فرج. أستاهل ضرب الجزمة أنا عشان أجيب حمار بودان وأطلعه على الناس في لبنان؟ حمار ده يا فرج؟ يعني كل السنين دي وما فهمتش التيتا؟ لا ما فهمتش. أفضل أعلم في أمك لحد إمتى؟ بقولك يا سيد، أنا لو اتحبست بسببك هنسى إنك أخويا وهطلع أنتقم منك، أخليك حمار وحشي. غريب أوي. سيدنا هو أنا لو قلت أي حاجة تتصدق وش كده؟ وش؟ اللي عايز يبولق يبولق، والبرنس اللي يثبت، والبرنس الكبابجي. تقعد تستناني هنا، اياك تيجي ورايا. ماشي. بيبة فرج. ازيك يا بيبة؟ في ايه؟ لا مجدي كلمني وقال لي اجي اطمن عليكي. ليه؟ السؤال ده ما تعودتش هتسأله، واعملي حسابك بعد كده هتلاقيني قدامك على طول كده صد رد كده من غير ما تاخدي بالك. والله؟ اوكي بتراقبني يعني؟ ما تمشيهاش كده يا بيبة، قولي ان انا جاي اطمنك واطمن عليكي، وبعدين عايز اقولك في اي وقت في اي لحظة في اي فسوة فرغ في الخدمة. شكرا. يا رب تتعلم مني حاجة يا ابن الموكوسة يا موكوس. أيوة يا مجدي، الحمد لله. انت بعت لي فرج ليه؟ حبيبتي كنت عايز اطمن عليك. تطمن عليا من ايه؟ من ولا حاجة. اعملي حسابك بعد كده هتطمن عليكي من ولا حاجة. معلش يا حبيبي اصل اتخضيت. يلا عد عليكي بالليل نتعشى سوا. اوكي أشوفك بالليل. باي. شو بكي كارن نقصتيني؟ بدي أحكيكي بموضوع حبيبة. شو في؟ خير يا مجدي، في إيه؟ ناصر، في حد بيطبل لنا حاجة. إزاي يعني؟ مش عارف، في حاجة نشوفها ما بتحصل بس أنا لازم أفهمها. طب ما تخش في القلق على طول. حد بيحاول يكشف علاقتي بشغلك. حد زي مين؟ مش عارف لسه ما وصلتلوش، بس في معلومات سمعتها. سمعتها منين يا مجدي؟ من مرات واحد صاحبك في قعدة سكر ولا من حد ليه لازمة؟ لا حد ليه لازمة. على كل حال ما تشغلش بالك، سيب لي الموضوع ده انا هتصرف. عارف يعني ايه بين شراكة بيني وبينك يا طيار؟ يعني انا اتشمطت. عارف. المهم الفترة الجاية مش عايزك تتصرف أي تصرف له علاقة بالمعلومات اللي عندك. يعني من الآخر كده خليك طبيعي.
كنت فين امبارح طول النهار يا سعيد؟ كنت بقضي مصلحة كده وجيت على السريع. كنت فين امبارح طول النهار يا روح امك؟ فيها فرق. في انك اول واخر مرة تعمل حاجة من غير ما تقولي. فاهم؟ فاهم يا فرق. مش سامع. قول. فاهم. فاهم. ماشي. اوعى تفتكر ان عشان احنا اخوات هعدي لك الغلط. مش فرق. فاهمني؟ فاهمك. الدم اللي بيجري في عروقنا اوسخ من انه يحوشني عنك. فاهم؟ فاكر يالا فرج الخناقه اللي احنا اتخانقناها قدام مدرسه البنات في اسكندريه؟ فاكر. طب فاكر انت الودود يتعور فين؟ فاكر بس ما اقدرش اقول. فرج انا عايزك تركز معايا الفتره الجايه، عايزك تبقى في ضهري. عروستي ما انا طول عمري مركز معاك وفي ضهرك. انت اسال اي حد في لبنان فرق فين يقول لك في ظهر ناصر كده هون. يا ابني بطل تهريج بقى، انا بتكلم بجد. ركز معايا الفتره الجايه. بالاخر كده في ناس هيقل معاهم قريب. ناس مين دول يا طيار؟ قول. هبقول لك بعدين. عرفت هتعمل ايه يا فرج؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك حبيبه مهمه بالنسبه لي قد ايه. تمام يا مجدي، اطمن. ولا محتاج اقول لك هتعمل ايه عشان تحميها. اعتبره حصل. حميتها. سلام يا مجدي. لعلمك انا نادرا لما باجي لحد، وخصوصا وانا مقموص. يا سيد يا سيد، انا لما بشد عليك ببقى عايز مصلحتك. اكشملك لما تغلط. احاسبك انا احسن ما يحاسبوك هما بموتة. اسمع يا سيد، انا عارف صافي بتفكر في ايه، بس هي حرة في اللي يخصها. احنا ندخل جوه اللعبة نتفرم. بس بيني وبينك صافي غلبانة، ملهاش ذنب في حاجة، مظلومة. وبعدين هي بتعمل حاجات غريبة. اهي مراته بتغير عليه من حبيبة. اهي مراته. ندخل احنا جوه الحكاية ليه؟ ليه نيجي عند ونشم؟ نفسي اعرف بقالك ساعة بتقول ايه يا فرج. يا نهار اسود، يعني انا بقالي ساعة بكلم نفسي؟ انا في حاجة حزقانة يا فرج. ام العباية دي مش لايقة على لبنان. بس يا دي حمار انت، دي تراس بتاعت ابوك الله يرحمه، كان سارقها. هو ابويا فعلا كان حرامها يا فرج؟ بس كان حرامي على قده الله يرحمه، كان غلوبة.
مساء الخير يا صافي. ده من ايه ده؟ من قلبي يا مجدي. غريبة انك توحشني. هي غريبة بس مريبة. ربنا يسامحك على ما تغير هدومك اكون جهزت لك العشاء. العشاء؟ عايزك كمان تلبس مايو وعشاك شنزو للبول مع بعض الساعة واحنا سكرانين تيجي. يعني ما وحشنيش نزول البول بس وحشني السكر تيجي. كارين شبك يا منك عجبتينا. ايه ليه ماني عجبتك؟ صلنا عم منك يتم ننزح من اول منزلنا. شو أنا بعرفك من مبارح، مودك صار لك فترة مش على بعضك. خلص شو بدك فيي ما تعطلي همي، خبريني أنت ومجد شو عاد صار. ما تهرب من السؤال. بدك تعرفي شو بني؟ إنه أكيد ما كنت سألتك. رفقني من حالي ورفقني من حياتي وما حدا عم بيخاف علي ولا حدا عم بيسأل عني، كيف معقولكم عم بحس يعني؟ وانت برأيك شو الحل؟ فرج ايه الاخبار؟ كله تمام سعاد. الحبيبة كويسة؟ على حد علمي يعني ايه على حد علمك كويسة ولا مش كويسة؟ حبيبة قمر ما تقلقش. بأم المايون اللي انا لابسه ده مش مطمن، حاسس ان في حاجة جوه. صافي مش مطمناني. ما تقلقش سعادتك. سلام. بتعرفي شو احلى شيء بجوازك من مجدي؟ شو؟ انك ضامنة انك ما رح ترجعي على النايت بحياتك. بس انا اللي شفته ما كان قليل كرن. كان لازم يجي يوم الدنيا تضحك لي شوي. يا رب يا رب عقبال ما يجي هالنهار لإلي يا رب. ان شاء الله تشوفي ايام حلوة ان شاء الله. امشي. سيد هنا هون. يلا فيها فرج. خش مش قلتلك قبل كده لما تيجي تستوسخ ما يبقاش علي معلمك. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله ده يا فرج. هنحور. مين ياد اللي عمل كده في حبيبه وكاري؟ مين اللي عمل كده في حبيبه وكارين؟ وانت من امتى بفرق معاك حد قوي كده؟ انت بتمثل. يبقى انت. طب خلاص ما تعصبش نفسك، مفيش مشكله. انا كنت بس بسال. عادي ده برتقان
قسما بجلال عظيم لو عملت كده تاني وما اتظبطتش وبقيت مظبوط هقطعها لك. قالوا لي انك هتخرجي بكره. والله اول مره امسك الكائنات دي عشان خاطرك. شو بدك مني؟ ايه الرد القاسي ده؟ ايه شو بدك مني؟ جاي اطمن عليك. طمن. انا كتير مبسوطه باللي صار لي. اصلا متوقعه يصير هيك. بعد كل اللي قرف اللي حسيته من جواي. لانه انا وسخت حالي. لا طبعا. مفيش الكلام ده، ده كلام فاضي. لا مش فاضي. أنا عارفة إنه كانوا قاصدين حبيبة. وعارفة إنه أنت ورا كل هيدا الشيء. بس برضو حاسة إنه هيدا ذنبي. ماشي. طب شوفي يا بنت الناس. أنا ماليش في اللي فيه كده. ماشي؟ وأنا مش بكذب. فرق ما بيكذبش. اللي زي اترمى حجرهم من زمان، من زمان خالص. لو كان الطلب مني اعلم عليكي كنت علمت عليكي. وفي وشك، عيني في عينك. فرج ما بيخافش. شو جاي تعمل لك هنا؟ ايه شو جاي تعمل دي؟ ما قلت لك. جاي اطمن عليكي. طول عمرها محظوظة. أخبار الموزة بتاعتنا إيه النهاردة؟ إزيك يا فرق؟ أهلا يا جوجو. عاملة إيه يا حبيبتي؟ كويسة؟ على فكرة أنا قلت الفرق يأجل موضوع سلمان ده شوية. اعمل اللي أنت عايزه. أنا مش عايز كلام في الشغل خالص. داخل على جوازة جديدة وعايز أركز. امسك. يا العظمة كبرت ولا إيه؟ طب ما بلاقي الجوازة دي. هتعمل ايه مع صافي؟ جوازي من الحبيبة امر واقع بالنسبة لصافي وبالنسبة لأي حد. طبعا انا هشيل بالك كالعادة. مراتك هترتاح لي كأني جوزها واتجوز عليها. حبيبة مزاجها وحش قوي. كان العشرة بالنسبة لها واللي حصل ده كان صعب. حاسم شوية. كويس قوي اللي حصل كده. خلي بالك من كلام. محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. حاضر. أخلي بالي من كلام. ركز انت بس في الجواز. الجواز عايز تركيز. هاخد اجازه اليوم كده شهر العسل. انت الوحيد اللي هتبقى عارف مكاني. محدش هيعرف مكاني غيرك انت. طمن يا صاحبي. طمن. يلا سلام. يا
عامل ايه يا مجدي؟ فل مبروك يا مجدي. الله يبارك فيك. مش بابا كانت عايشه كان زمان رقصت لك دلوقتي. الله يرحمك يا كهربانة. يلا ادي انت اهو اوعى مش خدلكم. يلا وصلي صلي صلي على النبي صلي صلي. شو والله منيح اللي فضيتي تجي تشوفيني. ليه عم تقولي هيك كرم؟ انت مفكره بهون علي اشوفك انت بهالحاله؟ ليش بها حالتي؟ كثير منيحه انا على فكره. ما قدرت اجي اشوفك قبل، كنت مستحيه منك بس تاخرتي. مرسي. ما تواخذيني. على شو بدي واخذك؟ كارين انت طلبتي منهم انك تكفي علاجك بالبيت؟ مش هون احسن لك؟ لا هون زهقت، بعدين انا حره. بس انا خايفه عليكي كارين. ما تخافي، بعتقد الله عامل معي هيك حتى ينبهني ويساعدني اخذ القرار. انا ما بقى رح ارجع نايت كلب. احسن شيء قلتي، برافو عليك. وهيك تجي بتشتغلي معي بالاتيليه. مانك مضطره تكفري عن ذنوبك كارين. انت بتعرفي انه انا ما لي ذنب باللي صار. ريتها خبستني هالسيارة. أنا عن جد بحاجة لإلك كارين تكوني معي. اشتقت لأيامنا مع بعض. أنا أمرار بكون لحالي، بيجي عبالي أتمسخر أو أقول شي، ببرم تخبرك ما بلاقيك. اسكت. كارين عن جد أنا اشتقت لك. تتذكر يا ملعونة أيامنا ولا نسيتيها؟ يا عم ناصر المزاج مقلوب ليه؟ أجيب لك طقم روماني رفع عنك؟ يا عماد أنا زبون هالكيس وكلمتين، إحنا في البيت ولوحدينا. انسى يا ناصر، كويس قوي إنها بقت من نصيب مجدي وإلا كانت هتروشك. أنا مش فاهم إيه اللي حصل لكم أنتوا الاتنين، بقى معقولة جوز نسوان يشقلبوكوا كده؟ ما تظبط ياد منك ليه؟ اصلها تفرق قوي يا فرج بين بني ادم وحمار. اديك قلتها، امال ايه اللي وقعك على بوزك يا حمار؟ منك ليه؟ ايه يا ابو اسكندر انت وهو؟ ما تظبط كده. وبعدين قلتها لكم 100 مره قبل كده، ما ينفعش واحده ست تحط لا مؤاخذه الجزمه في بقكم، عيب. ايه يا فرج في ايه؟ انت مالك محسسنا ان احنا مش بني ادمين ولا الكلمه ما بنحسش؟ ما تصدقوش ده بيمثل. أنا لسه قافشه في المستشفى عند كارد قاعد يعطف. إيه ده؟ إيه ده؟ ما كلكم كنتوا عندها. أنا بس كنت بطمن عليها. كنت عند كارين؟ الحب مش حاجة تكسف يا فرج. ولا اللي يحب ما بقاش راجل. زي ما هو موجود في قاموس أهلك. الحب حاجة حلوة. حاجة تفرح أو تزعل زي ما نصرتي زعلان. تعال في حضني. تعال. بحبك يا ولا، بحبك. اضحك بقى. بقول لكم إيه؟ إيه؟
ما تيجي نخطب بعض ونعيط شويه. دمع. وعرفتي منين يا فرج ان هو اللي عمل كده؟ بعد ما انت طردته وعمل كده قتل سارة الله يرحمها عشان ينتقم، وراح لسيد اخويا يقول له خبيني. انا عملت معاه الصح وقطعت له لسانه، بس سبتولك حالي لحد ما تيجي. ياد الزبون اللي بيجي مهما كان اهبل في قلب نفسه ولا ما تقلعهوش من رجلك، برضو لازم يحس ان هو كل حاجه في المكان ده. هو هزقت الواد انطوان ليه؟ واد هزق كده عامل لي فيها باشا، رحت كارت على قفاه ومبسوط قوي. ناقص تقول لي انك رحت تأجر له ناس من انفوشي. غلط غلط يا سيد، لازم تعامل الناس كلها بنفس الطريقه، الباشا والهلفوت. يابا انت محسسني ان انا ببيع طرشي. والله فاهمك، بس اكيد الباشا يخش حته زياده. برضه غلط، بالعكس يا حمار، الهلفوت تديله اكتر بزياده. اشمعنى؟ اقول لك، عشان الهلفوت يا سيد دايما بيبقى عارف ان هو ولا حاجه ورمه والناس كلها قرفانين من امه، فلو حس ده كمان هنا هون هيحس انك علمت عليه في المكان بقى اللي جاي يدفع فيه فلوس عشان ينبسط ويحس بقيمته. وبعدين يا سيد ممكن يعمل عوق واحنا بقى مش فاضيين لامه. صح، وعشان اثبت لك ان انا فاهم وان انا عرفت كلامك كويس قوي، انا لو شفت الواد انطوان هنا هرحر لك امه. يلا يا رمة. يلا يا العب يا كبير. ايه يا مازنجر؟ القبضتين المدمرتين يا مازنجر. كنت بحب افروديت. واو، شو هالدرس الحلو هيدا. مايا. اهلا 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 اهلا. انت طيب؟ شوية كتب عارف انك عمرك ما هتقريهم ابدا. ميرسي. حبيبة. كيفك حبيبة؟ حمزة حكي لي عنك كتير. طبعا، مع حمزة رغاية قوي. رغاية قوي؟ معلش بقى، عايش لوحدي ويتيم وكده فضايع. ها فضايع. بقول لك ايه؟ انت عيشي حياتك واحنا نلف شوية، ولو عاوزتيني بقى صفري صوتي ولا اقول لك قلبي نور. اوكي. لحظة. هابي بيرث داي. ميرسي كتير. ده بقى خاتم، يعني هتلبسيه هتلبسيه. يلا. رغاية. ايوه يا طيار. صاحبك لسه واصل. افتي بقى يا طيار، افتي. سلام. Thank you.
تأخرت علي على فكرة. معلش حبيبتي سامحيني. ينعاد عليكي. مرسي بابا. بحبك كتير. وأنا بحبك كتير. شو هالحفلة الحلوة هيك؟ إيه ده مالك في إيه؟ يا بنتي مش هقعد أجري وراكي ما تفهميني. الموضوع مش تهريج يا حمزة، إحنا لازم نمشي حالاً. إيه اللي حصل طيب؟ الراجل اللي هناك ده صاحب مجدي، يعني لو كان شافني في مصيبة هتحصل دلوقتي. طب خلاص إيه دي إيه؟ هو ما شافكيش أكيد. أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أجي معاك من الأول. أنت فعلاً مش عارفة إيه اللي جابك معايا؟ طيب خلاص يا حبيبي. خلاص يلا نروح. معلش يا حمزة أنا آسف، بوظت لك الخروج. أنا مش زعلان. خفيش. حبيبتي انا طيارتي بعد ساعه ولازم امشي. بتحبي بجيب لك شيء معي؟ نو ميرسي، تجي بالسلامه. اوكي تبعي حالك. ها انت كمان بابا انت تبع حالك، رح اشتاق لك كثير. انا كمان تبع حالك. كل سنه وانت. ميرسي ميرسي. اهلا. يلا باي باي. فينا شر الطريق. طلع منين ده؟ ده مات. اضحك. على فكرة اللي بعمله معاكي ده عمري ما عملته مع حد. نجيله بعد ما هزقه. إلا مع أبو السيد الأخ.
انا قلت لك قبل كده اننا شبه بعض، مش عشان شعرنا قصير، لا انا بتكلم عن اللي جوانا، دمنا، قلوبنا، كبدنا. ايه كبدنا دي؟ المهم اللي انا عملته معاكي في الفرح ده كان علشانك مش عشان حد تاني. بتشكرك كتير. انا مش بقولك كده عشان تشكريني، انا بقولك كده عشان تفهمي. واذا قلتلك انه ما بدي افهم، هو انا ليه كل ما تشوفي وشي تعامليني بالوش ده؟ لانه نحن مش شبه بعض فرج، انت شبههم هن، مثلهم هن تمام وسخ، بس الفرق الوحيد بعتقد هو شكل الوش. عارفة من كبرى مشاكلك يا كريم ان انت عايشة بدور الفهومة، العقيلة، التقيلة، ونسبتك بقى ان انت مش عايزة تشوفيني غير كده او هيك زي ما بتقولوا هنا. كيف بدك يعني نشوفك لكن؟ ملك؟ ملك؟ لا انا مش ملاك يا كريم، انا شيطان، بس شيطان طيب. فهمين غلط فرج، شيطان ما في يكون طيب، شيطان خلقه الله ليكون شرير. لا في شيطان طيب ورومانسي وحبيب وبيحس، وما بيشوف قرعة أمك بيزغرط لعدمة الإحساس يا جبلة. وبعدين؟ ولا قبلين، أنا عايزك معايا يا كريم. كيف يعني معك فرج؟ بأي شكل تشوفيه، إيجار جديد ماشي، تمليك ماشي، زيارات متعددة ماشي. مش رح ينفع. لا ينفع، ينفع يا كريم، بس انت حطي في قلبك الشوقة وفردي سحنتك كده واغسلي نفسية أمك بكلور. ألو اديني 10 دقايق واكون عندك، او ساعة ونص. سلام. حظ امك ان اللي رايل عليكي كيف، ما بيسيبش حاجة في كيفه، لا وبيحترم ان مالش بطنك يعني. اسره يا طيار، بلاش عوق مع مجد من الآخر. أنا بتحبني أقل واحد في الشلة، وعمرك ما كنت معايا جدع. لعلمك بقى مش هتقف عليك، وانت عارف. ما تمثلش بروح أمك، عشان انت عارف ان انت أكتر واحد أنا بحبه في الشلة كلها، انت الحتة اللي هنا، ولما أقولك على حاجة صح تطلعني مش بحبك وواطي وتعيش لي في دور خالتك اللتاتة ده. انت عارف كويس قوي ان انت اكتر واحد انا بحبه، وطول عمري كنت جدع معاك وانت عارف، بس انت داخلها من سكة غلط، وانا بقى عيل خسيس لو ما رستكش على الصح، عشان بحبك حتى لو زعلت مني وقلت فرج وحش. فاهمني؟ اجمد يا بايلوت. نفسي اكل كبه نيه. في الاول وفي الاخر انا كنت عايز احميها، دي حبيبه، دي اختي،
عمري ما كنت عايز أذل حد. مش فرج. مش فرج. طيب استعنا على الشقة بالله. يا ابني المجنونة، البرشام هب عليك ولا ايه؟ سبحان الله سبحان الله، في ناس ما بتجيش غير بضرب الجزم، لكن الحسنى معاهم قلة قيمة. هل اتخانق يا فرج؟ ما هو ده اللي انا عايزه. كل مره اقول بكره هيفهم، بكره هيفهم، لكن البلاعه هتفضل بلاعه حتى لو غطوها. كم مره يا دي قلت لك ما تعملش حاجه من ورايا؟ كم؟ هات الحزام، هات الحزام. محدش يعرف ياخد حاجة من ناصر بسهولة. ناصر ده دماغ، وبعدين صعب انك انت تتحداه اصلا، عشان لو اتحديته هتكون خسران خسران. والحاجة اللي انت فاكر ان انت خدتها منه غصب عنه هيطفحها لك. زارنا النبي منور الدنيا يا عم مجدي. بس انا زعلان منك. الله، لا لسه ما قعدتش تقولي زعلان منك. عشان ما بتجيليش تقعد معايا زي زمان. فاكر اخر مره انت جيت لي فيها هنا؟ مقصر. معلش يا فرج، اصل انا مخنوق شويه. مخنوق يا مجدي؟ ربنا يفك خنقتك. بقول لك يا فرج، كنت عايزك في حاجه. عايزني في حاجه؟ يبقى واضح ان في حد هيموت قريب. لا، من غير دم. فرج شبل توم مجدي اجيب. فايدة، فكرت انت بتاع وردة. انا مصدقها يا عماد، مصدق البنت كريم. بس يا كريم، غوري يلا، يلا غوري غوري من وش بيبي دلوقتي. زهقت يا فرج، مش طايقة نفسي. حياة رخيصة وعيشة حرام في حرام، شغلانة وسخة تخليك حاسس انك مش بني آدم.
عامل زي الحمام العمومي اللي رايح واللي جاي بعده عليه. كل ده ليه؟ عشان الفلوس؟ يا اخي ملعون قبل الفلوس واللي يعوزها. دي بتكلمني في مشاعر واحاسيس. انا يا حبيبه الموضوع دلوقتي ما بقاش انت حاسه بايه ولا هربتي ليه. الموضوع ان عماد واخد الموضوع ده على كرامته. كرامته ليه؟ هو القوادين اللي زي عماد بيبقى عندهم كرامه؟ يا اخي بقول لك مش عايزه اشتغل، انا حره. ايه هو هيشاركني؟ انت عارفه عماد بعتني هنا عشان ايه؟ عشان اجيبك معايا يا حيه يا ميته. جثه يعني. يبقى ترجعني جثه يا فرج. يا حبيبه ما تتسرعيش وتخسري كل الناس. ما تعدينيش. ما تعديش فرج. اللي واقف في صفك بس بالبشويش من غير ما حد ياخد باله. بص انا عشان بعزك احنا هنعمل ان انا كلتك قلمين على لوكاميتين على شلوتين، ونعمل على دودي اي حوار، واخدك من ايدك ورجعك النايت بس خلاص. قلت لك على جثتي يا فرج. الو يا عماد. ايه؟ طيب ماشي. ناصر الطياره اتدخلت، واضح كده انه حل المشكله مع دودي. سلام. في سؤال محير. معلش انا اسف انها جايه متاخره، بس اصل كنت مسافر ولسه راجع، كنت بقضي مصلحه المجدي. الباقي في حياتك يا جوجو. ربنا ان شاء الله يدخلها الجنه، وجنه حلوه. بعدين يعني ما تحسسنيش ان انت كنت بايتة في حضنها طول الليل. ماتت خلاص الله يرحمها. هي كانت كويسة؟ كانت كويسة قوي يا فرج. يبقى ربنا شايل لها حاجة حلوة. هي كانت زيك؟ لا يعني؟ لا يبقى ربنا شايل لها حاجة حلوة، وحلوة قوي قوي قوي. هي كانت طيبة؟ طيبة وغلبان. هما كل الطيبين بيموتوا مع بعض. أنا كمان أبويا كان طيب. كان طيب قوي وحنين وجميل كده وسمح. كان حرامي غسيل. بس تعب علينا قوي، وربنا أحسن تربية. وديكي شايفة هو الله أكبر، أنا وأخويا سيد. يا زم ربى يا اخويا. الله يرحم لك امك يا جوجو. خلاص بقى عامل لك سيرك خلاص. انا عارف ان الام بتوجع والاب كمان بيوجع والاخ والاخت، ولو صاحب قريب منك برضو بيوجع. كل الناس بتوجع. انت طيب قوي يا واد يا فرج. يا بنت الغبية انت لسه مكتشفاني؟ فرج من بره غير فرج من جوه خالص. انا مزدوج. انا كمان لعلمك بقى ليا قصة زيك كده. عشان كده انا قررت ابعد واسيب اسكندرية. اسكندرية كان فيها بحر
هنا برضو في بحر بس بتاع لبنان مش بتاع اسكندريه. هشحطت ابويا وامي ورايا في الاقسام ليه؟ اه والله ابويا اصلا ما كانش معاه فلوس يقومني محامي ولا حتى 20 جنيه يديهم لامين الشرطه عشان ما يلسعنيش على قفايا. عشان كده بقى جيت مع العيال الوسخه اصحابي الدودي والطيار جينا المجدي. سعيكم مشكور يا فرج. يلا يا اخويا يلا قوم روح يا اخويا يلا. ايه ده؟ ايه يا جوجو المعامله الجافه دي؟ طب اعملي لي كوبايه شاي عشان اسيح الحبايه. لا دي تشربها عند مجدي. يلا قوم يلا قوم كتكنيله في شكلك. مجدي نايم دلوقتي. يا هو شو الفساتين؟ هو اللي رجعوا مثل ما هني. وينو الديزاين اللي قررته مدام حبيبه على هيدا الفستان؟ وهيدا بده تضيق ليه ما تضيق؟ شي كتير بسيط يعني. وهيدا ذكرى شو بده؟ شو حاطين عليه نحن؟ مش زرار؟ طيب ليه ما نحطوهم؟ يعني نام بقى بعتوا الفساتين ولا ما انبعتوا؟ لانه ردوا لي مثل ما هني، ما بدي هيك غلطه تصير بعدين. بدي شي كل شي يكون واضح قدامي. عم تفهم علي؟ اوكي بليز خذيهم وبكره ماكسيموم. ازيك يا كريم؟ شو عم تعمل هون فرج؟ جاي اتشطف واخش اريح شويه. هكون بعمل ايه يا كريم؟ جاي اشوفك. بقول لك ايه؟ بتبيعوا هنا مايوهات؟ ايه بنبيع؟ طب اصل كنت عايز اجيب مايوهين لام واحد صاحبي بس ما بتعرفش تنزل، عندها كساح. بقول لك ايه؟ نتيجة نقيهم وتقيسيهم لي. لا ما راح اقيسهم. زهقان قياس. انت ليه يا كريم ما بتعرفيش تفرحي؟ ها؟ ليه ما بتعرفيش تضحكي من قلبك على القفشة الحلوة؟ ليه دم امك مش خفيف؟ ليه؟ مع ان على فكره يليق عليك الضحك، بتنفعي في الحب. ليه ما بتعرفيش تكوني طيبه؟ الحنيه بتريح. الحنيه بتريح كتير، بس اذا ما بحياتك شايفها للحنيه كيف ممكن تعطيها؟ انت بتعرف تحكي لغه مش متعلمه؟ لو محتاجها هتعلمها. لو محتاجها والله انك محتاجاها. طب اعملوها كده وانا اقلبها لكم حنه في لبنان تما. عيال فاشله فاكرني ايه؟ جريندايزر فاشله. ماشي ماشي يا طيار. كل اللي حصل في حياتي كان زنبوق، واللي ناصر الطيار قالوا لي كان زنبوق تاني خالص مختلف، مع ان احنا من ايام اسكندريه واحنا طول عمرنا ضهرنا في ضهر بعض، كانش حد يسيب التاني. والله زعلان منه. طب انت هيرضيك يقول لي انا كده؟ انت مين يا دو؟ دخلت هنا ازاي؟ اهدى وشيل سلاحك. انا الزهار، اكيد سمعت عني. وهسمع عنك فين يا عم الابيض؟ من مجدي، من ناصر. ما طلبوا منك تقتلني؟ على العموم هذا مش موضوعنا هلا. انا جاي لك كلمتين وامشي.
عايز ايه؟ مليون دولار. مليون دولار وتسلمني رقبة ناصر الطيار بعد يومين. أنا أقتل ناصر؟ فرق شبل صاحبي من واحنا صغيرين، طول عمرنا قاسمين لقمتنا سوا على الحلوة والمرة مع بعض. فريالي بس ما بعرفش يفكر، عشان كده كان لازم اظبطه بكلمتين. ممكن تاكل بليز؟ اكيد بعدك بلا اكل. طب تعال نحكي جوا. حبيبه بدي اياكي تاخدي دوش وبعدين تغيري ثيابك وممكن نحكي بكل شيء بدك تحكيه. بليز اهدي، ما حدا رح يعرف انك هون، ما تخاف. صاحبي واخويا اللي ما بيزعلنيش الدودي. بقول لك ايه يا دودي، هو الصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ حلو، حلوه قوي. بقول لك ايه، انا عايزك في خدمه صغيره. لا والله بتكلم بجد، عايزك في خدمه، عايز البت كاريني الليله. لا بقول لك ايه، ما تقوليش بقى محجوزه ومش محجوزه، ماليش فيه. عايزها الليله يعني عايزها الليله. الله، ما تبعت اي حد تاني يا دودي. لا بقى، في حد فاضي النهارده وما عندوش اوردر. دودي انت حلفت بشرفك الغالي. اما نشوف. سلام. بتونس بيك وانت معا. يكون وياي وياي والناس وطن الشوق ينادينا جواك. هتفضلي كده معوجة طول عمرك؟ لا انا قصدي على مواعيدك. انا اللي غلطانه، انا غلطانه ان انا بصاحب بنات قليله الادب. انا قليله الادب؟ انا مهذب كتير كتير كتير. لا انت قليله الادب كتير وبتاعت صبيان كمان. وبس بقى، بس يا كريم بقى، بس يا بنت ما تخلينيش انجرف. يلا يا اختي يلا، لحسن دودي هيفضحنا، ابن كهرمانة الازاريطة. ازاريطة؟ ازاريطة. ازاريطة دي امه؟
لا امك كهرمانة. أخرب بيت أمك يا عماد. نعم. دلوقتي؟ طب ما تشوف أي حد من اللي عندك. طيب طيب. الله. أنت فاكرني زيك ولا إيه؟ طب يلا بقى خلص في يوم أمك ده عشان مش فاضي. سلام. خلاص بقى سلام. هو في حاجة؟ جدي عايزك. يعني هو عايزني انزل من هنا عشان اروح له؟ بكلمي لما تنزلي. حاضر هكلمه يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ما تسيب بقى من ام عماد ده وتعالى اقول لك على حاجه. تعالي. ايه يا عماد؟ عمال بتصل بيك مش بترد عليا ليه؟ عملت ايه؟ فعلا؟ ماشي يا ابن اللعيبة. ماشي سلام. حط الدبلة وحط الساعة حط سجايره والولاعة. ايه زهقت؟ تحب ادخل اغير واروح لزبون تاني غيرك؟ زبون تاني غيري؟ يعني ايه؟ ما هو لما ابقى معاك وتقولي بحبك وبعد شوية تقولي انزلي دودي عايزك ده تسميه ايه؟ اسميه ان وقت الحب خلص وجي وقت الشغل. تحسس انك بني ادم طبيعي؟ انت سامع انت بتقول ايه؟ هو الجلد ده ايه؟ تخين؟ لا تخين ولا رفيع. انت لازم تفصلي ما بين الحاجتين يا بيبا. في حاجات كده يا بيبا لما الانسان يفكر فيها بيتعب قوي. صح عندك حق. هي دي حاجة محتاجة تعب. معلش اصل كنت فاهمة غلط. اصل ولاد الحرام فاهمين ان اللي يحب حد يحميه ويخاف عليه. اللي يحب واحده يا ناصر اصلا ما يخليهاش تشتغل الشغلانه دي. كل يوم من حضن راجل للتاني وما يجيله مزاج عايزها تبقى عنده. اللي يحب واحده يا ناصر هيعيشها اميره مش خدامه المزاج الصايع والمتسول والرخيص والباشا وابن الناس والامير. مشكلتك انك مش فاهمه معنى كلمه شغل. طب ما تفهمني انت. الشغل هو الباشا، هو اللي يأمر واحنا بنركع، هو اللي كلمته بتمشي. الدولار حلو. دولار حلو. تصدق اقنعتني. حاضر يا ناصر هركز في الشغل وهبقى فيه شاطرة قوي على فكرة. خلي كل زبون والتاني ينبسط انبساط. خلي لك لبنان كلها تشكر لك فيا.
ويقولوا صاحبتك جامدة. نبقى نخلي بقى الحب اللي بتوع الحب كدية. بس مز فرج؟ بالنسبة لك انت مستر فرج. خشي وقفلي الباب وراكي، ورانا ليلة. شفتي عرفت اجيبك ازاي؟ اصل فرج ما بيغلبش، بس جبتك ببلاش. دودي وجب معايا بيكي فور فري. بس انا ما قلت لا حتى تفاجئني هيك. ما قلتيش اه. ليك انا ما بحياتي عملت شي غصب عني، اوكي؟ انتي واللي زيك ما بيفرقش رضاكم، ولا بتختاروا تناموا في حضن مين النهارده. بيجيلكم الاوردر تلموا العده وطيران. انا بقى اخترت النهارده ان يكون الاوردر، وانا بس اللي اختار مين تلم العده وتجيني طيران. يلا خش الشطافي، ورانا شغل كتير. يلا يلا. انا وسخ اه، استندل اه، لكن عمري ما بقت واحد صاحبي مش فرج. سيدنا اصل اللي يحتاج لك ده حاجة من الاتنين، يا اما ملقاش حد غيرك يقف جنبه، يا اما ما بيثقش الا فيك. وانا في الحالتين هساعده، اصل انا قلبي رهيف. بس بشرط اوزن الكلام واعرف مصلحتي فين وغب عليها. اكيد مش هاجي على نفسي عشان خاطر حد الا واحد بس، سيد اخويا، مع انه حمار بس اخويا. موسي مجدي، في حدا هون عم يسأل عنك. شو اسمه؟ سوري شو اسمه؟ حمزة قصير. حمزة قصير، خليه يدخل. مين يا مجدي؟ حمزة قصير.
أنا تعبان مش قادر أفكر، أول مرة ما بقاش قادر أفكر. أقتل صاحبي وأكبركم ونكبر سوا، ولا خلينا زي ما احنا كده؟ رضا ما تنطقوا، انتوا ما بتتكلموش ليه؟ شكلكم محتارين زي ما انا كمان محتار. بس اقول لكم، هي لو ما جاتش مني هتيجي من غيري، وانا اولى. ناموا. فكرت بهالسرعة؟ لا، بس في حاجة كلت دماغ أمي من كتر التفكير، قلت أجي أسألك عليها الأول. وحاجتك ما كانت بتنحل بتليفون؟ ما تنفعش، عشان لازم أبص في عينين أمك وأنت بتقولها عشان أعرف أفهم. شو الحاجة اللي بدك تفهمها؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي طلبت منه الطلب ده يا زهار؟ قبل ما اقول لك نتفق. نتفق على شو يا عم الابيض؟ وجوده غير مرغوب فيه، ما في غيرك انت يصلح لهالشي. مش سهل جدا نستاجر حدا يقتل ناصر، بس بعدها ما رح خلص منك انت. ده عم الابيض طلع بيفكر يا لبنان. لغروا مني قالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهله فني ودو عيني شوفوا بيها. انت اتسطلت يا طيار. اتسطلت قوي قوي قوي. قولي بقى، قولي ايه حوار حبيبه ده؟ عشان انا مش فاهمه. دخلهولي هنا اهو. ملع حبيبه، خد. يعني هي بالسهل كده تقول لك عايز اخلع، تقوم مخلعها وتقول لها مع السلامه يا حلوه والقلب دعيلك؟ ده ايه الحنية اللي نزلت عليك فجأة دي؟ عمرك ما هتفهمني. ليه؟ بالانجليزي؟ اشمعنى يعني حبيبة؟ يعني هو الشغل هناك واقف على حبيبة؟ ما النسوان هناك بالزوفة. بعدين مرة وعجباني. أنا حر، أنتوا مالكم؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الهبة دي؟ إيه الهبة دي يا ابن القلابة؟ راجل قلاب. هو انت بتحبها يا ناصر؟ مش عارف، بس البت دي بتعمل حاجات والله العظيم يا فرج. وبعديها لها لو اي مره تانية عملتها لكنت دخلت دراعي فوقها لحد كوعي او النعمه. ايه ده برضك؟ ده مش اجابه على سؤالي. وبعدين ايه علاقه كوعك بالموضوع؟ بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ مش عارف، بحبها ما بحبهاش. يا عم السحري ايه؟ فكرتني ياض بالسحر. اقول لك نكته؟ اقول لك واحده تانية؟ مره واحد بقول للواحده ايه؟
تيجي علمك السحر. اه قالت له ارجوك، غلط معاها واختفى. تيجي علمك السحر؟ عيب. طيب ده انا فرج شبل، اظبط لظبطك. وانا اللي كنت هقول لك حلوه يا بيلوت؟ طب بايخه، وبايخه قوي قوي قوي. عارف مين بقى مخنوق ودماغه ورمه من الموضوع ده؟ مين؟ صديقنا عماد الدودي ابن كهرمانة الأزاريطة الشكشكة. الشكشكة فاكر انا كنت بترقص ازاي؟ اه شوبينا يا اسطى على الكورنيش. لا لا عيب عيب عيب، ام صاحبنا برضك. هات يا خد ام صاحبنا، عيب نغلط فيها. الله يمسيها بالخير ويبشبش التوبة اللي فوق راسها. تحت يلا تحت راسها. ايه ده؟ في دفنة امي حطيناها فوق. امك ولا الطوبة؟ الطوبة. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي فوق راسها. ايوه كده عشان الدعوة توصل صح. عارف يا فرج؟ ايه؟ عارف مشكلة عماد ايه؟ عماد معرفش ملكتها فين. ولعلمك انا رحمته، لولا ان انا مشيتها والله العظيم عماد ما كانش يعرف يطلعها ليله واحده. اه والله البت ملهاش ملكه. اه زي جمانه كده. لا 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 لا، جمانه فين وحبيبه فين. ولعلمك برغم اللي بتعمله جمانه في عماد الا انه بيعرف يسيطر عليها، بيعرف يجيبها. عارف ملكتها منين؟ لكن حبيبه مره ملهاش ملكه، ولا أي ذكر فيك يا بلد يعرف ملكتها فين. حتى أنا مسيطر يا بيلوت، مسيطر قوي. مسيطر وأنا قد لو مش مسيطر كان زمانك دلوقتي قاعد في اسكندرية من ياما. صح. وأنا كمان يا بيلوت لو مش مسيطر كان زمانك الله يرحمك من ياما برضو. برضك. إيه ده؟ الاكل شاط. يا ناصر انت فين؟ ايه ده؟ ايه يا ناصر؟ صوت عالي. احنا مش متفقين ان كل واحد عنده شغله؟ ده ايه؟ انا صغرني كده يا ناصر انا؟ بذمتك كده فرج مش يجي منه؟ يجي والله يجي، هو بس يسلمني نفسه يومين وبعد كده مش هتعرفه. انت بتهزر يا ده؟ انت هو انا بغلي؟ اه. ايه ده بس؟ في ايه ده؟ ده مالك؟ ما تهدي كده يا بت، اهدي. هتقلقين عليك والله، احنا مش متعودين عليكي كده بصراحة. انا ورايح اعود امك على كده يا ناصر. خد خد. ايه العرف اللي انتوا فيه؟ اه بهدل انا صغرني كده؟ ايه بالعيال؟ ايه النتانة دي؟ ايه الحشيشة الموف دي؟ ايوه كيف العبي بقى. انا فجأة سمعت فلاحين بيغنوا تحت الشجرة وهيبة فوتاني. ولا تحت الشجرة يا حبيبة. برضو غلط غلط يا فرج، اغلط. برضو يا صاحبي ما كانش يصح تصغر صاحبك كده. Never stand against the family. الباتشينو قال كده في الفيلم، خصوصا لو صاحبك ده تربيتك كهرمانة يعني أبيح وسانه زالف. وإلا نسمعوك صاحب اسكندراني تدوي من ابو قير اللي كان بشزار. الله ملك يا عم الامور، ملك داخل نافشها علينا. بس يلا غره في والله اعورك يا دودي، اعورك ومش في وشك. بس يا ما تخليش اللي جوه يدفع على اللي بره عشان اللي جوه مش حلو. قلت بس بقى المطوه دي تحطها في جيبك. بس يا ده انت وهو في ايه؟ اسمعني يا عماد، فكك بقى من الحوار ده، مش عايزين نتكلم فيه تاني عشان خاطري. الكلام ده لو كنت جيت لي دغري من الاول يا رحمك ولا يعني لازم تتهزق. ما تلم نفسك انا بدل ما اخدك قلبين وارميك من هنا. في ايه؟ ما تفوق. قاعدين بقى. اسمعني يا عماد، لما يكون في حد ناوي يغير جلده ما تقفش قدامه، لانه خلاص قرر، وطالما قرر يبقى لازم ينفذ، ولو ما نفذش هيضر كل اللي حواليه، واحنا مش ناقصين.
مش هعلمك. محدش بيغير جلده وطيار الا التعابين، وعلى راي المثل دراع في بق حيه ولا صباع في بق وليه. محمود المليجي قال لفريد شوقي كده في الفيلم. الله، ايه حكايتكم النهارده؟ واحد كوع والتاني دراع، ايه الدراعات الكتيره النهارده دي؟ عشان خاطري يا عباد. انا عشان نفسي ممكن اقطع صباعي، لكن عشان صحابي اقطع دراعي. ماليش غيرهم في الدنيا. طب ولا المفروض انه هن كمان يكونوا بحبوك هيك؟ ما يقفوا بوشي رح يساعدك، ما يكرهوا لك انك كتير احسن. هم بيحبوني فعلا وبيخافوا عليا جدا. على فكره مش بتلكك ولا حاجه، انا خايف عليهم قوي. صار احنا متربيين مع بعض من صغرنا، وطول عمرهم عايشين في حمايتي. انا خايف عليهم قوي، بس اعمل ايه بقى؟ ربنا يستر. تحبيني يا ساره؟ عماد، ورحمة أمك والعيش والملح اللي بيننا، فكك من الموضوع ده عشان خاطر ناصر، وبلاش نتكلم فيه تاني. اديني بقى الجوزة دي، وبإيدك الطارة هات الجيتار اللي هناك ده. يا عماد، دندن لنا شوية كده عشان احنا مستبحين. ما عندك عيال ولا كلبة ما تستاهلوش. إنما ماشي. بقولك إيه؟ غنينا الاغنيه اللي كنت بتغنيها في بيت البت جمالك كلون، فاكرها؟ يا ابن الايه؟ انا مصمم ان ده عود على فكره. بس يلا، بس اسمع. كان زمان زمان في مكان مكان، اللي كان كان، يا لا 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 لا، دلوقتي فيه اللي مخبيه مخبيه، واللي مالوش واللي ليه، يا لا 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 يا لا لا لا، اهو ده اللي جرى واهو ده اللي كان، وكانه امبارح بس كان زمان، وازاي ترجع يا زمان يا زمان. افلام الاكشن بتاعت سيد اخويا، كلمه كده تتقال تقلب عليك القديم في الجديد، تحس كده سخن وساقع، حادق وحلو، ناشف وطري. ايه ناشف وطري دي يا سيدنا؟ من الاخر كده اللي كنت فاكره اتنسى، تحصل حاجات كده يطلع لك تاني ينضح.
ايوه زهر، انا هنفذ اللي انت طلبته مني النهارده. بقول لك ايه، تقابلني هناك عنده في الفيلا، تشم ريحه الدم، تشممني ريحه فلوسك. اظن انا كده بقى تمام. مش جيت لك قبل كده لحد بيتك وحذرتك وقلت لك بلاش؟ خلوني اموتك يا ابني. انا ما بسمعش كلام حد. لو انت فاكر ان حياتي في ايدك تبقى غلطان. حقك، حقك تسمع الكلام وتطيع الاوامر زي ما انت عايز، لكن انا لا. وده الفرق اللي بيني وبين واحد اوجري زيك. وعلى فكرة هيجيلك يوم وتقف في وقفتي دي، وساعتها هتتمنى الأرض تتشق وتبلعك. بس أنا همشي، إنما أنت محدش هيرحمك. بص يا روميو، بعد كل الكلام الكبير اللي انت قلته ده انا مش هرد عليه غير بكلمه واحده، ولابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ايه رايك يا ابني؟ انت عبيط ولا ايه؟ يظهر انك انت مش واخد بالك مين اللي مربوط ومين اللي سايب. خد يا عم الأمي تعالى هنا، هقولها لك بطريقة تانية يمكن تفهم. ما أصل حبيبة رستني إن أنت ما بتعرفش تفك الخط. المربوط النهاردة بكرة يبقى سايب، والعكس عشان الدنيا كده. قمر البلد عيون ليلها، سهران لوحدي بغني لها. بتحب احمد برادة يا ناصر؟ وصلت لحد فين مع حسين الزهار يا ابن التافهة؟ هل تبو فاكر نفسه ناصح؟ نقل من بيتهم وراح مكان جديد، فاكر بروح امه ان انا مش هعرف اجيبها امه. بس التقل صنعة برضو يا ناصر، استنى عليا بس لحد ما سستم، عشان مش عايز نسيب ورانا خرام، لان المصلحه دي هتكون كبيره كبيره لانج. كبيره لانج، كبيره لانج، انت بتتكلم صح فعلا، بتتكلم صح. هو ده الشخص اللي انا حاطط حياتي كلها ما بين ايديه. امشي اطلع بره يا ابن الجزمه. ابن الجزمه كده كده ماشي، بس انت لو عرفت هو رايح فين وهيقابل مين هتتمنى تكون رصاصايا، بارودايا، زنادايا. ايه
ناوي تستشهد ولا ايه؟ لا، رايح اقابل بيبة هعلمها ضرب النار. بيب بيب بيبة. ضرب النار؟ ايه اللي طلبت منك تتعلم ضرب النار؟ ايه عشان تحمي نفسها يعني وبتاع؟ ده الجو القديم ده. ايوه هي عشان تحمي نفسها وبتاع، دي صح، برافو. لكن مش هي اللي طلبت، ده مجدي. يلا بقى يلا عشان متأخرش على بيبة، خد مشروباتك. بيب بيب بيبة بيب بيب بيبة. سلام بقى يا بيلوت. هو بيعمل كده ليه؟ بيستهبل ده؟ معرفش، ده كان الرسمي، ده بقى يجيلي البيت بجد مش عارفه اعمل معاه ايه. هو انت كان في بينك وبينه حاجه؟ لا طبعا، ده هو كان عايز يصاحبني وانا ما وافقتش، ومن ساعتها بقى هو لازقه مش عارفه اخلص منه. ما قلتيش لمجدي ليه؟ تعرفاني يا بيه ما بحبش اعمل مشاكل. متقلقيش انا هتصرف. بس بيبي اوعي تروحي تقولي مستر مجدي ان انا اللي قلت لك. انت روحي يعني اعملي نفسك عبيطه، يعني انت اللي عرفتي لوحدك وراحه تقولي له، عشان يعني ما يزعلش مني ان انا ما قلتلوش. اوكي؟ انا عارفه مين اللي هيديله فوق دماغه. تحفه ده يا بيبي. روحي يا ليلى عشان عندي مشوار مهم، لسه هروح البيت اريح. ماشي يا بيبي. بس بجد تحفة. بيخد فستانك اللي خايفة عليه من العين. اوكي. خرب بيتك، وانا اللي كنت فاكراك اهبل. اهبل ازاي يا بيبة؟ ده انا قتال قتل اساسا. قتال قتل اهبل. بقولك ايه؟ مش ناوية تفتحي اتيليه رجالي بقى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان انا انفعك واطقم من عندك بقى، ما شفتيش فرج لما يطقم. هو لازم تنفعني وافتح لك اتيليه يعني؟ امال اعمل ايه؟ طب يا بيبة اعمل ايه؟ اشتري فستان؟ يرضيكي فرج بفستان كده؟ يرضيني. طبعا. لا اشتري لمراتك. اخس. ايه ده؟ انا اتجوز؟ اتجوز واحدة واصرف عليها؟ ليه؟ اختي يعني؟ لا، دي الجريمة الوحيدة اللي لا يمكن فرج يعملها ابدا. يا سلام. هو الجواز بقى جريمة؟ الحب بقى جريمة؟ امال ايه؟ الله يا بيبة يا بيبة، انا كده نجم باشا، عامل زي الفراشة، بتنقل من وردة للتانية. وبعدين اللي زي ما ينفعش يبقى ليه بيت وعيال رحله. هي امسكي يلا. ايه يلا زي ما اتفقنا قبل كده. ايه ده يا بيبة؟ ده انت كويسه عشان تعرف. بس خد. ماشي. عايز اقول لك على حاجه يا فرج. قولي يا بيبة. اخوك سيد. ماله سيد؟ مضايق ليلى وقرفها في عيشتها، ظهر انه بيحبها وهي مش عايزاه. قوله يبعد عنها. بيبا انت مين اللي قالك على الكلام ده؟ هو ليلى نفسها. اموره لولا اموره. ماشي يا بيبا، انا هحل الموضوع بالعقل ما تلاقيش خالص. مش قلقانه. بقولك يا بيبا، خدي المسدس ده وكملي انت بقى، عشان انا رايح اكل عصافير مقليه. طب خد بالك. لا لا.
الافلام دي هتجننك، افلام الاكشن. سيد، ها في طفح ولا زي عوايد امك مفيش؟ زي عوايد امك مفيش. طه قفلتهولك. طب ما خير ربنا كتير اهو، في قوطة. بقول لك ايه طه، البت ليلى دي مش تمام، مش مظبوطة. ليلى؟ اشمعنى يا فرج؟ في ايه قول لي؟ عاملة لك استدعاء ولي امر وهتتذنب. فيها فرج ما تقول، انت هتنقطني؟ ونقطك ليد وانت رقاصة. بص اطفح واحكي لك، عشان البت دي طلعت خسيسة. حلوة القوطة، حلوة قوي قوي قوي. ما شفت البت لولا دي وانا قلت عليها بت مش تمام، مش مظبوطة. انت بتقول كده ليه؟ علشان ليلى كانت مع سيد اخويا من اول ما اشتغلت عند مكتشي. معاه؟ معاه ازاي يعني؟ معاه يا بيبي، معاه. فايه بقى اللي يخليها تيجي تسيع عليكي وتقولك انه بيضايقها وان مفيش حاجة بينهم وجو ده هون؟ مش عارفة، بس يمكن هي ما كانتش عايزة تقولي حاجة عن حياتها، أو هي فعلا عايزة يبطل يضايقها. طول عمري بقول عليكي طيبة يا بيبة. اشمعنى؟ أقولك، شوفي يا ستي، ليلى أول ما رسمت، رسمت على مجدي ورسمت عليه كتير، ولما ما لقيتش منه رجا سيكت مع سيد أخويا. فإيه بقى اللي يخليها تفك منه دلوقتي؟ معرفش، أكيد في حد جديد. حد زي مين؟ شوف أنتي بقى، يعني واحدة أول ما رسمت، رسمت على مجدي، تفتكري دلوقتي هتكون بترسم على مين؟ مروان. شطورة يا بيبة. موضوع عيلة الزهر ده لازم يخلص يا فرج، وبسرعة. فاكر لما قلت لك اتقل على الراجل ده؟ أنت ما تقلتش. جرى يا فرج؟ ما أنت اللي رحت قتلته ولطيتنا. لطيتنا؟ ما أنت عارف الرصاصة كانت رايحة فين؟ أنا غيرت اتجاهها. لو كانت الرصاصة دي رايحة في حتة تانية كنت سبتها تروح وترشق. جاتك نيلة، قال يا بابا علمني السداغة، قال له تعالى في الهيفا وتصدق. في إيه؟ عيلة الزهار دي عيلة كبيرة، وإيديها ضايلة وبيشتغلوا في كل حاجة، يعني لازم نقعد نفكر ونخطط، مش نقعد نهرج. بس بعون الله أنا خليها تمطر عليهم كخ. لا قول بعون الله هتمطر عليهم دم. جرايا دي توهوه، خلاص علمتوها حرب، واحد يقول لي كخ وواحد يقول لي دم. لغاية كده ومجدي لازم يجي يحضر الحوار ده. صح، الراجل ده بيتكلم صح. اطلبه يا ناصر، خليه يجي عشان نرسع اللي هيتم. امسك. هات. انت ليه ما قلتليش انه كان في حاجة بينك وبين سيد؟ على فكرة حقيقة انت فاهمة الموضوع كله غلط. انت حرة في حياتك وفي اللي بتعمليه، بس ما تدخليني في حدوته من حواديتك، ما ينفعش تضحكي عليا. انا ما كنتش عايزه اقول لك على الحكايه كلها، لان موضوع سيد ده غلطه، غلطه بتجري ورايا ونفسي اخلص منها. انا مش سالتك لو في حاجه بينك وبينه وقلتي لي لا. خفت. خفت يا حبيبي. خفتي؟ خفت من ايه بقى؟ خفت لا شكلي يبقى وحش قدامك مثلا. وشكلك دلوقتي ايه؟ حلو؟ خلاص بقى، انا عارفه اني غلطانه، متزعليش مني. وايه بقى اللي جد خلاكي عايزه تخلصي من سيد؟ زهقت يا حبيبه، حياته كلها قرف وملل وخوف، بوظ لي حياتي. يعني مفيش حد تاني؟
حد تاني ايه الهبل ده؟ اكيد لا طبعا. اصفر ازيك يا حبيب؟ اهلا يا مروان. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا مروان؟ طب انا همشي بقى بيه عشان اتاخر. باي باي. باي باي مروان. باي باي. عاملة ايه؟ تشرب حاجة؟ اكتشفت ان كل حاجة في حياتي غلط. قررت ارتباطي بسيد ومروان حتى لجوء الحبيبة. ازاي اطلب منها طلب زي ده وانا عارفة انها ممكن تعرف الحقيقة؟ غبية. بقالنا كتير قوي ما عدناش القعدة دي. بقت المصايب بس هي اللي بتجمعنا. عشان انتوا غاويين قرف وما تحبوش الا القرف. ما احنا كنا حلوين وكان ممكن نكمل حلوين. فاكرين يا جماعه ما كنا بنروح نحشش في بيتنا في الازاريطه احنا واصحابنا وماما الله يرحمها كانت ترقص. اه وعم النوي يطبل وعم سقسق يزمر. كانت ايام. الله يرحمك يا ماما كنت ترقصي حلو قوي قوي. وحشتيني. اوحش. همي يضحك وهمي يبكي. عارف يا مجدي زمان ايام اسكندريه انا والعيال دي ما كنا بنحس ان في هواء داخل علينا وشكلها هتضلم بجد. كنا بنقعد قعده زي دي وبنخرج منها عارفين هنعمل ايه. ما كناش بنخاف. ما حدش قدر ابدا ينزل لنا كتف من زمان. من زمان قوي. ما اعرفش ليه لما بسمع كلمه زمان دي بشم ريحه يود. هو مش عايز اقول غير كلمتين بس. ايوه احي. ده ايه العيال المتخلفه اللي احنا قاعدين معاهم دي؟ هو احنا يعني لازم نفكر واحنا مشدودين؟ ما ينفعش نفكر واحنا فاكين. لازم نعمل كده اورتي كارميشن. المهم العيله الوسخه دي زمانها قاعده دلوقتي زي المره اللي عامله ومستنيه تتطلق ومش عارفه امتى. هو ده بقى المفروض اللي نرغي فيه. امتى هي؟ امتى دي وازاي؟ اللي يعرفها فرج شبل هو اللي فاهم كل حاجة. بدل ما المرة الجاية تظبط معاهم اروح اعيط لهم واقول لهم خطفتوا مراتي ليه؟ كان عايزين يموتونا يا فرج. دي مش عركة في بحر يا مجدي. ولا جوز شباب عكسه بنت خالتك ورايحين نكسر قهوة. ده الدم هيبقى كتير قوي، هيملى جراكم. ساعات طرطشة الدم بزيادة بتبقى هي الحل. مش عشان عيلة الزهار علمت علينا. إنما عشان بتوصل رسالة بتقول إننا خط أحمر. فاهم؟ طب بسم الله أقولكش كده إحنا ما اتعلمش علينا ولا حد يقدر ولا يعرف. وأكبر دليل إن أنتوا الاتنين عايشين وبتحششوا والاستفانة اللي جايبها وطعم الشنبات اللي حاول يخطف حبيبة كله فوق. الله يرحمهم أموات. اسمع يا مجدي، حسين الزهار مش هينفع نلقطه لوحده كده زي ما انا قايل لك يا ناصر. عيلة الزهار دي عيلة كبيرة ومتقسمة مجموعات. مخدرات قمار سلاح ودعارة. اه يعني ما يتخيروش عننا. فكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نقطف من كل بستان وردة. امتى وازاي وفين؟ نخلص من الروس الكبيرة القبضايات اللي في العيلة اللي مخاخ اللي بتفكر لهم وتدور شغلهم. ومستني ايه؟ بتنفذ يا فرج. بتنفذ يا فرج؟ وانا ليه بقول لهم مجدي يجي يهدي الموضوع؟ انتوا يا جماعه ما بتفكروش الا بصوابعكم؟ محدش بيستعمل ده؟ ولع. فرج احنا لازم نضربهم على عينيهم قبل ما يفتحوا. اعتبره تم يا طيار وبطل فتش. بس صدق انا عجبتني حكايه نقطف من كل بستان ورده دي. فكرتي. وعلى راي دودي. اقطف. استنى يا سيد عايز. واخرتها يا سيد؟
هتفضل لابسني وش الكلب ده كتير؟ ما تقدر يالا نفسك خلاص. ما قلت لك حقك عليا. في ايه؟ بعدين ما انا مرسيك على الدور من بدري وقايل لك هتعمل الغلط من ورايا مش هرحم امك. ما تجيش بقى دلوقتي تتقمص لي زي النسوان. تعرف يا فرج انا حتى مش طايق ابص في وشك. انا عارف اني اتغبيت عليك بس انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد. انا اللي عملت كده في نفسي ولا البرشام اللي سواحك؟ عيب عيب لما اتكلم اخوك الكبير كده. انت اخر واحد يتكلم عليك. كان يذبح ناصر. لا بالعكس ضعيف هو. طب افرض عملنا كده وما رجعش برضه؟ لا هيرجع. وجود سارة في حياته هو اللي مخليه ياخد قرار بانه يبعد. لكن لو سارة دي بقتش موجودة مش هيلاقي حاجة يرجع عشانها. اللي انت بتقوله ده مش سهل يا نجدي، مش سهل. يا جماعة ما نخليه يفشها مع واحد راجل وخلاص هو يسيبها بعد كده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فكي بقى بطل فكي. سارة دي لازم تتقتل. كلام يا سيد اسكت. لا مش هسكت يا فرج. مش انت قلت لي اتكلم؟ انت مش فاهم حاجة. انت حمار يا سيد، انت حمار. سيبنا لك المفهومية يا ابو المفهومية. فرج مشيته؟ طب اسمع خلي عينك عليه. عايز اعرف بيعمل ايه بعد ما خرج. تبلغني بكل خطوه في ساعتها. بعدين فرج افهمك. طيب خلاص لو في وقت بالليل هبعد عليك وقبلك. يلا سلام.
أنا خايف أصحى الصبح ألاقي البنت دي بقت رئيس الجمهورية. البنت مسيطرة مسيطرة. إيه عليا دماغ. الله يستر. هي عندها دماغ بس، دي عندها دماغ وقسات وبومبيهات. البنت جامدة جامدة. باباك فرحان بيه بقى قوي. زي ما يكون عيل صغير وجبت له اللعبة اللي بيحبها. شطان فيها بشكل غريب. زي ما أنا كده شطان فيكي. آه يا حبيبي، بس هو بيعبر عن الشطة دي. فتح لها أتليه. مش أنا يعني عليك يا رولا، محدش بيعبرك بحاجة. بقولك إيه؟ ما تجيبي حتة من أي حتة. وأنتِ هاتي حاجة من أي حاجة. بس بقى ايه يا طيار؟ عيب عيب. بقول لك يا فرج، يا بنت حبيبه مالها النهارده قايله قوي كده ليه؟ قايله؟ يعني ايه قايله يا نصر؟ يعني ايه؟ قايله. اه تصدق صح؟ مع اني مش فاهم يعني ايه عيلة، بس هي عيلة وهايلة هايلة قوي قوي قوي. حبيبة مش بس ديزاينر شاطرة، حبيبة شاطرة في كل حاجة. كل حاجة زي ايه يا مجدي؟ زي كل حاجة حياتي. انا عجبني فستان ريانا اللي عملها ايه روي يزبك. بحب ديزايناته انا لروي يزبك، بس حسيته شوية مرة مقلد ديور. عملت ايه في موضوع الكومباوند اللي كلمتني عنه؟ أنا عندي واحد حبيبي، حبيب المحافظ. أنت بس كلمني بكرة قبل الساعة 10 في المكتب. أوكي. وأنا هخلص الموضوع ده في 5 دقايق. أنا عينيا ليك. في إيه يا ابني؟ روح صور بعيد. إيه مجدي في إيه؟ الراجل بيشوف شغله. ميرسي. أنا آسف. اتفضل يلا. فبكره قبل 10 صباحا اوكي هخلص الموضوع ده. انا نفسي اكلمك من زمان. ميرسي. وجات لي الفرصه. وانت عرفت الكلام ده منين؟ من الواد ايميل اللي بيخبصني، اللي انا حاطه وسطيهم، او شربل مش فاكر. ما تقلقش، ما افتكرش انه يقدر يعمل حاجه. يا طيار ما تديش الامان قوي، انت ما تعرفش هو معاه ايه. بص يا فرج، لما هيتنطط واقف على حواجبه مفيش حاجه تثبت ان في شراكه بيني وبين مجدي. يا بايلوت يا بايلوت، الواد قال ان ناوي يلعب بالورق اللي معاه. هيعرف منين ان في ورق الا اذا كان في ورق اصلا وعليه كلام مش فاضي؟ وانت عارف لو حاجه زي دي حصلت اللي ممكن يحصل لمجدي والشغلانة كلنا. يعني؟ يعني الواد حسين الزهار ده عيل سيس، لو نتفت له شعر صدره كده هون هيوحوح ويقول اه يا صدري، بس اللي حواليه هم اللي ساندينه. وزي ما قلت لك قبل كده يا طيار، عيلته كبيرة مش سهلة، هم اللي بيحركوه. يحركوه يحركهم مالناش فيه، ما تفرقش معانا وانت عارف. وبعدين عايز افهم، الولد ده ماله اوفر كده ليه؟ ايه يعني اللي احنا عملناه؟ ده احنا يا دوب قتلنا لابوه، ايه الغريب في كده؟ انا عارف. هو ده ابوه الوحيد؟ اه ملوش غيره. انت مركز وفاهم انا بقول ايه ولا انت البرشام كل دماغك؟ انا مفيش حد بياكلني يا طيار، انا اللي باكل. قول له يا فرج، عايز اقابل حسين الزهار. نعم يا اخويا. ده قابله بأني معنى يعني؟ عشان التمهيده دي ما ريحتنيش. عايز اقابله. ما انا سمعت، هو انا اطرش تقابله ليه يعني؟
عايز اكلم معاه. المشكلة دي مش هتخلص غير بالكلام. كلام ايه يا اسطى؟ ايه يا صاحبي مالك؟ ما تظبط كده. اوعى تكون خايف من الواد ده وعامل له حساب. ما تبقاش ناصر، لا ما تبقاش صاحبي. اخاف ايه يا رام؟ تهبل. الحوار ده هيكبر. ما يكبر يا عم الحاج. ما يكبر. ما ياما دخلنا في حوارات كبيرة وخلصناها. لا قلنا نتقابل ولا نتفصل ولا ننام على وشنا. وبعدين مش انت اللي كنت مستعجل قوي على موته؟ وانا اللي كنت بخطط فيك؟ ايه اللي شقلب نافوخك كده؟ انا صاحبي اللي اتربيت معاه طول عمره اسد، ما بيخافش. صاحبك اسد ما بيخافش، بس انا عايزك تفهم الواد ابن الزهار ده مش هيرتاح لما يوقع واحد مننا. حتى لو خلصنا منه عيلته مش هتسكت، مش هنخلص منه، واكيد هيوقع واحد مننا. ممكن انا، انت، عماد، مجدي. انت مش قايل ان عيله الزهار دي عيله كبيره؟ احنا نعرفش هما بيفكروا في ايه. من الاخر يا فرج، مش عايزين نفتح الباب ده. لو فتحناه مش هنعرف نقفله. ليه نتخرج وبعدين نرجع نسال؟ ايه اللي مش عايز تقفله؟ سيبه مفتوح يدخل طراوه. وبعدين انت عاوز تروح لواحد قتله ابوه ولاهب فلوسه؟ طب هتروح تقول له ايه؟ مساء الخير بابا، موجود يا حبيبي؟ ده اقول اللي اقوله، مالكش فيه. ما تفوق بقى يا عم، فوق. اللي يجي على واحد مننا مالوش غير انه ينداس بالجسمه. واذا كنت انا كنت رافض قبل كده لحست كلامي يا ناصر. بس خلاص الواد ده هيموت وحش. انت ليه مصمم ان انا خايف؟ عشان انت خايف. لا مش خايف. لو خايف خايف عليكو، مش عايز اخسر حد فيكو. صعب عليا فرج اشوف واحد فيكو بيقع قصاد عيني. زمان كنا داخلين الدنيا بصدرنا، عملنا المستحيل عشان نوصل، وصلنا وبقينا في السماء. اللي هيوقع مننا مش هيتعوض، مش هيرجع تاني. فهمت؟ ايه يا عم الالغاز دي؟ لا انا مش معاك يا ناصر. فرج مش معاك، ولو قلت لك اني معاك ابقى واحده لا مؤاخذه، مش صاحبك الانتيم. مش كل حاجه في حياتك بتعملها صح. جرب يا عم، انا بكلمك على سمعتنا. خلص اول مره اتردد في حياتي اني اخد قرار. اول مره كنتش عارف القرار ده ممكن يهدي النار ولا ممكن يعجل بحرقنا كلنا. فرق كبير قوي ان الواحد ياخد قرار ممكن يهدي وممكن يولع في نفس الوقت، واني اعلن حرب ما تخليش اي حد حي. قرار صعب رغم العشره الطويله اللي ما بيني وما بين ناصر، بس مش دايما بفهم اللي في دماغه. دماغه كبيره، انا عارف انه مش غبا، بس يا سيدنا اي حاجة انت مش فاهمها بتفضل قلقاك كده لغاية لما بتشوفها تظهر قدام عينيك كده فجأة. في حاجات كتيرة عشان يتاخد فيها قرار، نقعد ونجتمع وناخد وندي، وده يقول وده ما يقولش، وقال ايه القرار جماعي. لكن في حاجات ما ينفعش فيها الكلام ده، لازم القرار يتحسم في ساعتها، ينزل يرن. الله، قريب روح امك. رجعت في كلامك ليه؟ مش كنت عامل لي فيها حمامه السلام؟ ذبحت الحمامه وحشتها فريك. رجعت في كلام الامم بترجع في كلامها. وبعدين فكرت، اكتشفت ان ده ساعات كتير بيضطرك تستعمل ده. وبعدين خلاص يا ناصر، مش هنتكلم في الموضوع ده تاني يا اخي. اسمع يا طيار، قرار زي ده ما ينفعش تاخده لوحدك كده، احنا مش قفف يا اخي. اللي انتوا بتفكروا فيه ده مش هيحصل،
واللي حصل مع حبيبه في الاتيليه ده كان مجرد بروفا. كشينا خوفنا خلاص يا ناصر. انا ما بخافش يا عماد وانت عارف. مقابلته هي الحل الوحيد يا مجدي. الحل احنا قلناه خلاص يا طيار. وانا مش موافق. واحنا مش موافقين انك تروح له برجليك. يا اخي مش عشان الشغل، عشان العشره. الله، احنا خايفين عليك يا ناصر. ما هو عشان العشره لازم اقابله. وكمان عشان خايف عليكم. ما انتوا ما تردوليش برضو ان انا اقضي بقيه حياتي حزين على حبايبي كلهم. يا ناصر انا عايز اعرف بس هتستفاد ايه لما تقابله؟ يا ابني احنا قاتلين ابوه. وكلنا عارفين العيله دي كويس. بقول لك ايه يا عم انت؟ انا اول واحد واقف قصادك لما كنت عاوز تقتل الزهار الكبير، وانا برضو اللي خلصتها لما ما كانش فيه سكه تانية. بس انت لو رحت هيبقى فيه ترطاشة دم كبيره. الله، ايه يا فرج؟ ما كانش ده كلامك زمان. بقول لك ايه يا طيار؟ فكر في اللي ممكن تخسره واللي ممكن تخسره لنا. انت مش عايش هنا لوحدك. انا اعمل اللي انا شايفه صح، واللي مش عاجبه يضرب دماغ امه في الحيطه. وتصبح على خير بقى عشان انا عايز انام. وانت من اهله واخويا، وما تنساش تغطى كويس، وياك بقى تنفذ اللي في دماغك. ولعلمك ما احناش ماشيين وهنقعد هنا وهنحشش. فرج رص. اه، والحشيشه بتاعتي والنسوان من عند دودي، وهنبات هنا. اولعوا. اصل يا سيدنا مش متخيل منظري وانا داخل عليها بورد وبومبومي وبقول لها تتجوزيني. انت تزرهري ينفع؟ مستحيل اعمل كده يا سيدنا، مستحيل. حبيبه خليتني افكر في الموضوع ده كتير قبل كده، خليته يلعب في دماغي من هنا. بس لا برضه، هو التحقيق ده مش هيخلص. شو بيك لبس كل الخزينة؟ شو عندك عرس؟ هتتجوزيني يا بت؟ عاوز اتجوز امك. بدك نتجوز اليوم ولا بكره؟ عايزه اليوم ماشي، عايزه كمان شويه ماشي، بكره الصبح براحتك. ونجيب ولاد بكره او بعد بكره، شو رايك؟ ايه ده؟ دمك مش خفيف على فكره، ما انتيش زيي، مش مهضومه. وانا اللي كنت فاكر أول ما تشوفيني كده هون هتقولي لي تمختاري يا حلوة يا زينب؟ ماشي، أنا غلطان أصلا، الحق عليا. يا حبيبي ولا عليك ولا علي، بس ليه بدك تتجوزني؟ عشان أنتي أكتر واحدة تقيلي يا قرع حلوة. بابا أنفع للزواج، وأنت أكتر واحد تعرف. بالعكس، انت اكتر واحده تنفعي. اذا كان على موضوع الخلفه ما يهمكيش، انا عايزك انت زي ما انت كده هون، عشان بحبك. وبعدين انا اصلا بدور طول عمري على واحده ما بتخلفش، يعني انت لقطه. ده انا هخلف ليه يعني؟ هخلف عشان من غير عشان. بصي احنا نقضيها بوس. ها؟ بوس بقى وانبساط واحضان ماشي ما يخسرش، والحلو منه بقى ملزه وطاب. وسمعيني اغنيه رهيب ولا رهيب؟ ايه من الاحلام هو كله من راسك فرج. ليه يعني؟ وانا مش من حقي احلم؟ وانا عشان فرج ما احلمش يعني؟ لا، انا هحلم عشان انا بني ادم.
وانت عارفه ان انا طول عمري كنت بحلم ان انت تكوني بتاعتي لوحدي، مفيش حد تاني معانا. انا وحده مثل اذا حدا حلم فيها بيتحول الحلم لكابوس. حبيبي انت ما بدك تجيب اولاد صح؟ وما راح تقول لي، وانا مثلك ما بدي اتجوز وما راح اقول لك ليه. يعني انت مش هتتجوزيني؟ مع انه الطقم مغري كتير، بس لا على ابو امك. والله لو ولع في الورد ده هو وهاكل الشوكولاته كلها. امشي. ايه ده؟ ده انا المفروض اللي امشي؟ ماشي. ايه الكبسه ده هي؟ كان كله اللي هو اصلا. هو عندي بالدنيا واللي عليها اساسا. ما كانش ينفع ما يفهمش. ما كنتش هبقى مرتاح اساسا. اصله بالنسبه لي مش مجرد اخ، ده ابني. بس حمار. عايز اتكلم معاك يا سيد. مفيش بينا كلام يا فرج، الكلام اللي بينا خلص. لا ما خلصش. ولما تكون بتتكلم مع اخوك تتكلم عادل. ولما تكون مش فاهم لازم افهمك. انا بقى مش عايز افهم ولا فارق لي اللي انت هتقوله اصلا. ما تستغربنيش قوي كده وانا طالع لك. انت فاكر ان دي حاجه بسطاني؟ ولا يكون عقلك سرح بيك وقالك ان انا كده فرحان؟ انت مش فاهم اي حاجه يا ده. انا كان نفسي تكون نظيف، كان نفسي تكون متعلم كده ومعاك شهاده وتكبر وتشتغل وتبقى احسن من مروان ابن مجدي. بس انت مصمم تبقى حمار بودان. من وانت في اسكندرية وانا بحاول امنعك انك تكون زي، بس معرفتش. معرفتش يا سيد. كان كل طموحك تبقى انا. طب ما هو ده انا يا سيد، بعبلي كده كلي كده على بعضي. انا دلوقتي ما بقتش عاجب؟ واللي انت بتعايرني بيه او فاكر انك ماسكه عليا زلة، انا فاكره ما نسيتوش. مش محتاج حد يفكرني، بفتكره كل يوم وبيوجعني كل يوم. بس غصب عني يا سيد. انك تحاول تبعد الدم عن اللعبة عشان ما تدخلش في احتمالات انت مش عارف نهايتها. انا خلاص خدت قراري ومش هغيره، ومش عايز كلام من اي حد. ما هو ده اللي غيظني يا طيار. خلاص لو عايز تروح روح لوحدك، مش جاي معاك. يا سلام، ومين قالك اصلا عايزك تيجي معايا؟ تكونش فاكرنا عيل صغير ومحتاج حد معايا. مش عايزك تيجي يا فرج. على فكرة انا ما بقولكش الكلام ده عشان ترصهم لي، انا بقولك الكلام ده عشان اللي انت هتعمله ده اكبر غلط. ساعات الغلط بيبقى صح. لا يا واد، ما عرفتكش انا كده. انا اللي انا افهمه ان واحد قتلين ابوه اول ما يشوفك لو ما قتلكش يبقى انسان متخلف. ويمكن ما يقتلنيش. اقولك على حاجه،
دخل وسيط ما بيننا ماشي. اختفي انت بس من الصوره اهو. هلا اهو 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 ده بقى الخب بعينه يا صاحبي. طب اقول لك على حاجه يا طيار، واحد بس اللي هيعيش، يا انت يا هو. انا يا فرج وفر على نفسك بقى الكلام اللهبل اللي انت عمال بتقوله من الصبح ده، وبلغه ان معادي معاه بكره وهروح لوحدي ومش عايز حد معايا. روح لوحدك ولا اتحرق بغاز اسود وسخ. نعل ابوك ابن كلب. امشي بره. هلا امشي بره. متخلف. امشي. انت انسان متخلف. ها مرضتش اسيبك تروح لوحدك، هبقى نقتل. فبالظبط انا بتكلم عن ايه؟ هي ليلى فعلا ماتت؟ انت ايه بس يا حبيبي اللي فكرك بالموضوع ده؟ مش انت مسافر عشان تلغي الصفحه دي من حياتك؟ بقول لك رضي عليا. اسمعني بس، في حاجات كتير قوي انت فاهمها غلط. انا بحبك وعمري ما حبيت غيرك، واللي كان بيني وبين سيد كان غلطه مش اكتر. والله والله انت فاهم غلط. معقول هنهد اللي بينا عشان غلطه؟ انا ما اقدرش اعيش يوم من غيرك. خدوهم ليكم.
استهبل، ما تقوم تبص لنفسك في المرايه. المرايات دي اتعملت عشان اللي زيك يا دودي، انما فرج لا. عارف انت بقالك قد ايه على الوضع ده؟ انا قلت انا كويس. كلمتوني وقلتولي تعالى، واديني جيت. خير؟ ليه منك ولا من ناصر؟ وهو كمان واخد له جنبه، لو بنساله مالك يقول انا كويس. جرى يا جماعه؟ احنا اتحسدنا ولا ايه؟ فرج، ايه اللي ريحك؟ اللي ريحني ان انتوا تقولوا لي عايزين ايه عشان امشي. دودي بيقول ان انت مالكش حس في الشغل زي الاول. وان جه الكلاب يفضل واقف بره، ما يدخلش جوه ولا ثانيه واحده ولا يتابع ايه اللي بيجرى. بس ما فيش حاجه حصلت يا دودي. واقعد بره اقعد جوه، دي حاجه بتاعت فرج مش بتاعت حد تاني. فرج يعرف يدور الشغل كويس، والشغل مشدود شده مظبوطه، صح؟ انت كنيله يا ابني. احنا بنعمل كده عشان خاطر مصلحتك، عشان تتلاقي في حاجه بدل اللي انت فيه ده. فرج انت فعلا مش مظبوط بقالك مده، واحنا مش جايلك عشان الشغل. طز في الشغل يا واد، احنا جايلك عشان العشره. العشره اللي بينا تخلينا نقلق عليك. طب بمناسبة العشرة بقى، أحب أقول لكم على خبر سعيد. ناصر عرف موضوع سارة. يا بتوع العشرة، رحت لك البيت ما لقيتكش. قلت اكيد الاقيك هنا. انت عندكش مكان تاني؟ ايه؟ امال فين الواد اللي كان سبع رجاله في بعض؟ اللي كان بيدوس اي حاجه تقف قصاده. صاحب صاحبه. اه فرح، وقعت خلاص؟ سيد سيد مات يا ناصر. لا تبسمليش حاجة عشلها، عشان المين؟
حاسس بيك يا صاحبي. عارف يعني ايه حد غالي عليك يموت وما تعرفش تحميه. عارف. بيصعب. بيبقى نفسك تاخد حقه من الدنيا بحالها بس ما بتعرفش. ما انا برضه ساره كانت غاليه عليا يا فرج. لسه بتوجعني لحد دلوقتي. انا كده صعب عشان اقول لك بقى في حياتك. شد حيلك. ما تقلقش. الوجع هيخف حبه حبه. سلام يا صاحب عمري. ما تردش على التليفون ليه؟ ما هو متلقح في ايدك اهو. عادي. مش عاوز ارد. هو ايه اللي عادي ده؟ ما تتعدل كده وانت بتكلمنا يا فرج. عايز ايه يا عماد؟ عايز ايه؟ ولا جاي تهري في اي هري من حواراتك؟ عايز اعرف معنى الكلمه اللي رميتها عندي في البيت واختفيت وبدور عليك من ساعتها مش لاقيك. يا راجل انت لغاية دلوقتي ما فهمتش؟ فهمت ايه؟ ما فهمتش ان ناصر عارف موضوع سارة؟ ما فهمتش انه بيلعب بينا زي الكرة الشراب؟ وهيجيبنا واحد ورا التاني على الارض هنتساوى. وهو ايه اللي عرفه؟ وايه اللي فتح الموضوع ده من اساسه؟ مش الحوار ده خلص واتدفع من زمان يا فرج ولا ايه؟ وسختنا وسختنا هي اللي فتحته. كنا فاكرين ان احنا كده بنحافظ على صاحبنا. طلعنا بنذبحه. بنذبحه بسكينه تلمع. قلت لك بلاش يا عماد. يوميها قلت لك بلاش يا عماد. هو ايه اللي بلاش بلاش؟ كنت عايز اقول لك ايه يعني؟ ما انت عارف كويس هو كان ناوي يعمل ايه. يا ريتو يا اخي كان عمل. يا ريتو كان عمل بدل اللي احنا فيه ده. بقينا بنذبح بعض يا عماد. بقالي كتير ما جيتش بيتك يا ناصر. اكيد اللي جابك حاجه مهمه. انت عارف كويس قوي انا جاي ليه. لا الحقيقه مش عارف. مش متعود عليك تداري اللي جواك. وايه هو اللي جواه؟ انت فاهمني كويس. كفايه بقى اللي انت عملته. كفايه نضيع كل اللي بنيناه السنين اللي فاتت دي كلها عشان غلطه حصلت من زمان. غلطه؟ غلطه ايه يا مجدي؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط. احنا دافنينه سوا يا طيار. اسمعني كويس. كنت فاهم ان الانتقام اللي جواك هيصلح اي حاجه حصلت تبقى غلطان. خلي زمان لزمان. اقفل بقى الصفحه دي. تعال نفكر في اللي جاي. اسمعني بقى انت كويس يا مجدي. لو فاكر اللي انتوا عملتوه زمان هيخلص كده تبقى غلطان. وفر عن نفسك. وباذن بقى عشان عندي مشوار نظيف.
الو جابكوا هنا؟ نفس اللي جابك يا طيار. انت ايه اللي جابك هنا؟ ابدا، جالي تليفون غريب قال لي ان انت عايزني هنا وبطلبك، تليفونك مقفول. قطع شحن. وبعدين انا ما عوزتكيش، واضح ان في حاجه غريبة. هو انت هتقتلني بجد؟ خلص يا زيد. لم الورق يا سيدو. يلا بسرعة. يلا. الورق. ورق ايه؟ ام الورق على ام اصحابه. يلا. الورق يا فرج. هاتي. يلا.